أختي دورة ربي يباركك، شكرا. وأنا بشكر كل مشاهدين على أعز القناة. فأنا من عائلة مسلمة، فيني أقول صوفية أو من شيوخ، يعني أهلي كانوا الشيخ، يعني يدعون باسم الشيخ. فأسرتي أو عائلتي مكونة من 12 شخص، أنا أبوي أمي خمس شباب خمس بنات، أنا أصغرهم من مواليد 1971، مسقط رأسي سوريا عفرين، وأنا كردي ومن عائلة فقيرة. وكان يعني كنا مجال أعمالنا بالزراعة، زراعة الزيتون. ومن ناحية دينية أخذتها ورثة، مثل أي واحد يكون عنده أملاك، يكون عنده أرض، يكون عنده زيتون، يكون كذا، أخذنا ورثة من أهالينا، أخذنا ورثة. فمش بالقناعة بالنسبة أنا الشخص، وفي كثيرين أكراد عنا بعفرين، وأنا واثق بهذا الشيء أنه كل نفس الشيء. وأهلي أخذوا من أجدادهم، فصرنا أصبحنا مسلمون، وعلمونا عن الإسلام. كيف علمونا؟ علمونا الوضوء، علمونا الصلاة، علمونا كيف بدك تروح الحج، وعلمونا عن الصوم، كل شيء. وحتى يعني أختي، أنا كنت صغير، علمونا بالحقد والكراهية في ضيعة من حوالينا، ضيعة الزيت والزيرة الدشتية، أخواتنا طبعاً، انه ما بيجوز تروح لعنده، ما بيجوز تاكل الاكل عنده، ما بيجوز تشرب مياتهم. طيب انا سالت من امي، من ابوي وقت انا كنت صغير، طيب يابا يا ماما، طيب ليش؟ قال يا ابني هذول النجسين، هذول كفار، يعني معنا مفتاح الجنه كانه معنا مع الاسلام فقط. فهذا الشيء، هذا الشيء انا بقت يعني وصلت انا القناعه البغض والكراهيه انزرع في جواتنا. في يعني الموضوع، وقت ما فكرت بهذا الشيء صار في حساسيه بيننا وبين اخوتنا المسيحيين. وقت ما انا كنت طبعا كنت طفل، كنت صغير، كنت ما بعرف شيء عن حقيقه شو هي، مين هو المسيح، مين هو، ما كنا نعرف شيء. وهن ما بتحمموا، المسيحيين ما بتحمموا، وبياكلوا لحم الخنزير، وقتلهم حرام، يعني حلال، المفروض حتى ان قتل كذب ما في مشكله. حتى ما بيجوز مثلا بنعطيهم بناتنا، او بناخذ من عندهم، او نحن نتجوزهم. يوم من الايام انا بتذكر عمري كانت من سنين 9 سنين، اختي نوره، رحنا زيارة على حلب. أنا كنت قاعد بحضن أبوي ورايحين لهني، شفنا موكب سيارات تعزية، في جنازة، في وفاة. فطلعت أنه أنا كنت صغير، قلت الله يرحمه، نحن هيك طوّتنا. فقلت له الله يرحمه يعني أنه في واحد شخص ميت. فما حسيت أنه هيك شيء ضربة إجاني هون. أنا بذكر، قلت له بابا ليش؟ قال لي ما بجوز برلون، الله يرحمه، هذول فطسوا. فوقت ما سمعت هيك بلش الحقد والكراهية باتجاه أخوتنا اليزيديين، أخوتنا المسيحيين، أخوتنا الزردشتيين، فصار الحقد. وبلش وقت ما كنت كبير، رحت أنا على الجيش على العسكرية بعمر 19 20، وصلنا على العسكرية، شفنا أخوتنا المسيحيين، شفنا أخوتنا الجديدين زرادشتين، طلعت عليهم أنه بالفعل هم كانوا مبدعين، كانوا محترمين جدا، كانوا أخلاقهم جيد. ففكرت أنا، وصلت على القناعة أنه كان أبوي وأمي هم كانوا غلطانين، زرعوا فينا الحقد والكراهية وهيك شيء. فأنا استغربت، قارنت ما بين أقوال أمي وأبوي، وقارنت الحقيقة مش مظبوط. بس هن كمان ما بيعرفوا، هن تعلموا من الإسلام،
لأجدادهم هم اللي علمونا علم يعني بنفس الشكل. فأنا كمان تعلمت بنفس الشيء. طيب دلوقتي أنا عايز أعرف، يعني في سبب معين خلاك إنك ترفض الإسلام، ولا اللي حضرتك قلته من المواقف اللي كانت بتحصل قدامك؟ في سبب معين يعني بسببه قلت أنا خلاص أنا هرفض الإسلام أو رفضت الإسلام؟ أختي نورة بصدد، وأنا جيت على تركيا نتيجة الأعمال اللي بتصير عندنا بالبلاد العربية الشرق الأوسط، وبالأخص فترة الأخيرة وقت ما صار بالداعش والنصرة أنه دخل بالبلدان العربية من العراق والسورية ودخل على شنغار وكذا. فأنا يومي اليوم أنا بصلي للرب من أجل داعش والنصرة وكل هؤلاء الجماعات الإسلامية، هن كانوا السبب خلاصي من ظلمة الإسلام. الرب يفتح عيونهم وعقولهم ويحررهم من العبودية الإبليس. مثل أنا تحررت من العبودية، صلاتي لكل الذين في الظلمة أن يتحرروا، وخاصة الشعب الكردي طبعا كل الشعوب. فأنا دور أنا تأثرت كثير بغزوة الشنغار في العراق مع أخوتي زرتشتية واليزيدية هناك. مجزرة الشنغار جرت في شهر أب أغسطس 2014 من قبل التنظيمات الدولية الإسلامية داعش ضد الأقلية اليزيدية في العراق، وقد وصلت الضحايا تقريبا 5000 ضحية، بل قامت بالسبي فتيات الكرد وأخذوا كالجواري وتم بيعها مثل الأغنام بالأسواق. وللأسف الشديد تم التعتيم من الإعلام العربي والدولي وحتى من الدول الإسلامية، ينادون نحن دين الإسلام والمحبة، خلف وراءهم القتل والنهب والدمار والسبي والتشرد تحت شعار الله أكبر. يعني كانت المجزرة دي كانت بسبب، مش عشان هم عملوا لهم حاجة غلط، لكن المجزرة دي لأن هم مش مسلمين، قتلوا زي ما بتقول كده، قتلوهم وخدوهم، خدوا نسائهم سبايا وباعوهم وخدوهم لأنفسهم، يعني بسبب ان هم بس مش مسلمين، بسبب ان هم في عقائد اخرى سواء مسيحيه او اليازيديه، مش كده برضو؟ طبعا طبعا طبعا. وهون اختي نورا اخذت انا قرار انه هذا الدين الاسلامي ما بناسبني، دين اللي بحل الاعراض والشرف العالم لانفسهم. يعني لكل الاسلام أنا بشكر ربي، أنا من أجل الكل، أنا بحب أخوتي الإسلام، أنا بحب الكل، بس ولكن الأعمال وما أنا فكرت وطلعت أنه هدول هؤلاء الأخوة ينادون دين المحبة وبصير الأعمال ذبح وكذا وهيك شغلات، فأنا قررت أنه هذا الدين ما بناسبني خلص وقفت. بس ما يعني أنه بوقته أنه أنا بدي أصير مسيحي، ما كنت أفكر بالمسيح. الستة 4/2016 قررت انه انا بدي خلص، بدي اسافر على دوله اليونان، ومن دوله اليونان الى اوروبا مثل ما هذول اخوتنا اللي عم يسافروا اللي بيطلعوا على دوله اوروبيه. لسه ما كنتش مؤمن. لسه ما كنتش مؤمن بالمسيح. لا انا ما كنت ابدا. أي. فاتفقنا كل شيء أنا وعائلتي، وحتى ابن أخي مصطفى كان معي، قررنا أنه بدنا نسافر. فبعد شوي عندي أغراض سلام لحول كذا وخلص، اتفقنا، حكيت أنا مع المعرب أنه أنا بدي أسافر إلى اليونان. فمعرب أنا بعرفه من أيام سوريا، كنت أنا بعرفه، هو صديقي. فقال لي اوكي اخي محمود ما في اي مشكله، كم واحد انتم؟ قلت له نحن 13 شخص. اتفقنا وحددنا الموعد الالتقاء بنقطه معينه مشان بدنا نطلع بالباص وعلى ديزمير، وبدنا نطلع بطريقه غير شرعيه على يولان. هون نحن انا نمت واتفقنا على بكره انه بدنا نطلع. نمت انا، شفت انا بنام برؤيا، فقت انا الصبح
شفت المنام، انا حكيت له الاولاد، قلت له انه انا بدي اجي للسفره، ما راح اسافر. طب قال ليش؟ شو سبب؟ فكرت انا عرقان و يعني عقلي مش بالراسي. فسالوني طب ليش؟ انا شو شفت المنام؟ انا على البحر، انا لحالي على البحر، الدنيا الغروب يعني مش غروب يعني وجه الصبح بده يطلع لسه عتمه على البحر، يعني قدامي بحر وانا مغروس بالوحل بالرمل، ايدي كل بس ايدي لفوق هيك لفوق وانا تحت. فانا بطلع هيك قدام البحر صار كله لون احمر احمر احمر. فناديت للرب، يا رب خلصني يا رب خلصني يا رب خلصني، وانا عم بصيح ما شفت هيك بوجهي في مثل نجمه، يعني هي نجمه من فوق من السماء، كل ما انا عم بنادي قرب 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 علي كله ضوء، هو جاي لعندي، كل ما اجى لعندي وقرب علي صار شكل انسان، صار شكل انسان بس ولكن ما له عيون ما له دم ما له ايديه ما له يعني عفوا ايديه فيه. مسكني هيك وشالني شالني مع الرمل، قال لي طعم شيء. مشيت انا معه الدنيا بالليل، رحنا وصلنا على مثل نفق صايره بيوت قديمه بهالشكل هرمي، فهون هيك نفق وهيك نفق هيك نفق، وانا مشيت عتمه انا عم بمشي من خلال الضوء له. فانا وصلت بالست، قدامي في صليب، في صليب عم يطلع منه اشياء شعاع عم يطلع منه. طلعت حكى معي قال لي هذا هو الصليب اللي خلصك من الرمل من الموت، الصليب هو اللي خلصك. فقلت انا قلت له انا للاولاد انه يا حبايبي يا ابني يا مسوار يا مسوار انه هالسفره بدنا ناجلها. طب ليش؟ انه قلت له انه وضع واحد اثنين ثلاثه هيك صار معي. طب تمام. اجى هذا الصاحب لصديقي قال لي تليفون، قال لي ابو سوار انت جاهز مشان تجي؟ قلت له لا حبيبي انا لغيت سفر، انا سفر لغيت. قال لي طيب ليش ما ليش؟ قلت له خير والله مبدئيا انا لغيت صدقني. قال تمام ما في مشكله. طيب ليش ما خبرتني يا ابو سوار؟ ركابي جاهزين يعني 33 33 شخص بده يطلعوا بهالزمرك صغير على الهواء. طب شو بدي اعمل انا؟ بهالحاله بدي اخسر انا يا بسفار. طيب ما في مشكله. هيك بصراحه هيك صار معي. فصار بالليل ثاني يوم، صار بالليل اتصل فيني الساعه 2 3 بالليل تقريبا تليفون. قال لي بطلع هيك صوت يعطي نفس انه طيب. قلت له شو اسمه؟ محمد. شو يا محمد؟ قال لي شو انت يا ابو سواب؟ انت شيخ؟ انت ولي؟ انت شو قصدك؟ قلت له طيب شو؟ قال لي يا زلمه هي الزورق بنص البحر انفجر مع الشباب، كانوا 20 شخص الجوات، هي زورق صغير البخش وماتوا 18 واحد، تموا 2 خوافر صواح اليونان اخذوه اسحفوه الى مستشفى. فوقت ما سمعت هيك ذكرت انا بالمنام، فذكرت انا بالمنام يا رب معناته مين هذه اللي خلصتي؟ كنا نحن 13 شخص و20 شخص راحوا ماتوا غرقوا 18 شخص، كانوا شخصين. طيب انا ونادي طلعت هيك صار انا بكيت بكيت يا رب انت شو مين انت؟ صار كذا سنه انا عم بتذكر يعني صدق يعني انه
مين يا رب صالح؟ أكيد عمل الرب عظيم. تاني يوم شل التليفون شعرت بالفضل، يعني شعرت بفضل الله عليك ورحمته ليك ولأسرتك. تاني يوم في واحد صديقي هون بتركيا مؤمن، هو كردي آمن بالرب. طلعت شل التليفون، أنا إذا هو حاضر معنا أنا واثق سمعني. شلت التليفون حكيت معه، قلت له يا صديقي مرحبا، الساعة 12 بالليل أو 1 بالليل. قلت له صديقي مرحبا، كيفك أخوي، كيف صحتك؟ قال لي تمام خير. قلت له حبيبي أنا بدي كتاب تبعكم. قال لي ربي يباركك يا أخي عبد السوار خير. قلت له حبيبي بصدقني أنا بحب أتعرف على إنجيل وعلى كتاب مقدس وعلى المسيحية، وبدي أشوف، بدي أتعرف عليه. قال لي طيب بدي أعطيك رقم تليفون أخ آزاد، هو قسيس وبأمريكا، بعطيه بقناة فادي. بالليل الساعة 1 2 أنا شل التليفون، اتصلت مع قسيس آزاد، قلت له حبيبي قسيس ربي يبارك، طبعا كنت حكيت معه أنا من قرية فلانية وأنا كذا وأنا كذا وربي يباركك وأنا سمعت عنك وأنت كذا، وهو شجعني كثير كثير. قال لي أبعث لي فاتورة الكهرباء حتى أبعث لك أنا كتاب مقدس من أمريكا، بدي أبعثه هون على إسطنبول. ثاني يوم نفس هذا صاحبي هون بإسطنبول دق لي التليفون، قال لي في خادم الرب هون بإسطنبول يا حبيبي أبو سفوار، نحن جايين لعندك على البيت. قلت له ممتاز تمام ربي يبارك. اجوا لعندي، هو اخي وحبيبي هو خادم كمان هون بتركيا، هو وزوجته واخوي الثاني كمان اول واحد اتصل فيه، انا ما بحب ان اذكر اساميه حرصا طبعا ولا اسامي اماكن كمان يعني. يعني ما تجيبش سيره اماكن مدن او يعني لامانكم يعني. امين. فجاب لي كتاب مقدس وقريت يوم بعد يوم، عزمني على الكنيسة، كنيستنا كان بمنطقة محدودة. فأول أسبوع أنا وعائلتي وأتباعي شافوا أنه أنا داخل بالموقف، يعني موقف حزين، فكلهم تشجعوا بهذا الشيء ورحنا على الكنيسة وحضرنا أول أسبوع. قلنا انه شو هذول المسيحيين كيف بيصلوا؟ فنحن وقت عم نشوف هن عم بيصلوا بالفعل صلاتهم انه بنحس مشاعرنا هيك تنهز. فثاني اسبوع قلت له لهالخاتم انه ربي يباركك حبيبي، انا وعائلتي وكلياتنا بدنا نؤمن بالرب يسوع المسيح. امنا بالرب ونشكر الرب. من 2016 بالشهر الرابع أمنا بالرب يسوع لليوم، أنا وعائلتي ونشكر الرب كلياتنا أمنا بالرب.